جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من جمهورية مصر العربية تقول عين سين، تقول رغم أنني تجاوزت 30 من عمري، ورغم أني إنسانة يشهد الجميع بأخلاقي وفوق كل ذلك إيماني بالله وحرصي قدر استطاعتي على الالتزام بتعاليم الدين، إلا أنني لم أتزوج حتى الآن، بالرغم من أنه تقدم لي كثيرون جدا، لكن لم يكن هناك توفيق حتى أصبح هذا الأمر يسبب لي حرجا شديدا، خاصة وأن الجميع يلقون باللوم علي ويقولون إنني أنا التي أرفض. وأنا يقلقني إذ أنه كلما تقدم لي شخص أرى في المنام أشياء كأنها حقيقة تدل على أن هذا الأمر لن يتم، وقد ضقت بذلك، فهل من دعاء أو عمل أقوم بفعله حتى يوفقني الله في هذا الأمر؟ هذا من الخطأ الكبير، وهو التفريط بالزواج إلى هذا السن الذي ذكرته السائلة، هذا فوت عليها خيرا كثيرا. ولكن عليها أن تعزم على الزواج، فإذا تقدم لها من يصلح في دينه وخلقه فإنها وأمانته فإنها تقدم على الزواج. وهذه الرؤى التي تراها لا تلتفت إليها، لأنها من الشيطان يريد أن يضر بها وأن يمنعها من الزواج، فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان وتترك هذه الرؤى ولا تلتفت إليها، وتبادر إلى الزواج مهما أمكنها ذلك. نعم.